وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا جميعًا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين برحمتك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، عنوان خطبة اليوم: وقوموا لله قانتين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتبنا في هذه النسبة المكرمة، هذه النسبة المعظمة، نسبة القانتين. من هم القانتون بالتاء؟ وأنا أبالغ في تحقيقي الاستفالة ورققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. التاء القنوت، فرق كبير بين القنوت وبين القنوط بالطاء، مع أن كلا الحرفين يتحدان في المخرج ويختلفان في الصفة. فلو قلت إت وقلت أط، نهاية الصوت خلف الثنايا العليا من أسنانك مخرج واحد، لكن يختلف المخرج بالصفة هنا، إيطاليا وإيطاليا. فالطاء والتاء اتحدا في المخرج واختلفا في الصفة. ولماذا أقف عند هذا التنبيه؟ لأن هناك بونا شاسعا بين القنوت وبين القنوط الذي يعني اليأس والإحباط وإلى ما هنالك من تلك المنظومة السلبية. القنوت أيها الإخوة له معان متعددة، حتى لا أدخل في تضاعيف لغوية قد يمل منها بعضكم، لكن القنوت يعني الخشوع، ويعني القيام في الصلاة، ويعني العبادة، ويعني السكوت، ويعني الدعاء. إذن له معان كثيرة تصب في بحيرة واحدة، ألا وهي بحيرة طاعة الله عز وجل. ونحن نسمع في رمضان وغير رمضان أن هناك دعاء للقنوت يدعوه المصلي ويدعو به المصلي أو الإمام: اللهم اهدنا فيمن هديت. فعندما تسمع كلمة قنوت ينصرف ذهنك مباشرة إلى دعاء القنوت. وباعتبار أن للقنوت معاني كثيرة وأنواعا كثيرة، أردت أن أقبس معنى من معاني القنوت حتى أدلل عليه وأستفيد من العنوان. وباعتبارنا بعد أيام معدودة، نحن مقبلون على موسم عظيم، على موسم العشر الأخير من رمضان، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا هذا العشر الذي فيه ليلة القدر، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. أيها الإخوة الأكارم، من معاني القنوت قيام الليل. ولما وصف الله عباده الصالحين وأنبياءه المتفردين ذكر لهم هذه الصفة، قال تعالى عن سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ولما ذكر صفات أم سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، قال تعالى في نهاية سورة التحريم: وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين،
بالتاء. ووصف الله عباده المؤمنين قال يبين لنا هذا الفرق وهذا البون الشاسع، قال تعالى أمن هو في سورة الزمر، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، لماذا؟ قال تعالى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. تتمة الآية قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أعيد الآية أمن هو، الله يسألنا هذا السؤال استفهام حتى أنت تعقد هذه المقارنة، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يرجو يحذر الآخرة، يحذر، انظروا إلى هذا التعبير القرآني، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وآية كثيرة قال تعالى وقوموا لله قانتين. فإذا الناس في الليل أقسام وأقسام، هناك من يجعل الليل ساحة لذبح الفضيلة، هناك من يجعل الليل والعياذ بالله فرصة حتى يكسر جسور التواصل بينه وبين الله عز وجل، هناك من يجعل الليل حتى يكيد للناس، حتى يبيت المكر والخداع والخبث للناس، وهناك من يجعل الليل ساحة لمناجاة ربه، هناك من يجعل الليل فرصة ذهبية ليسقي قلبه بشراب عين المعرفة. حتى قال أحد المحبين لله عز وجل، قال يخاطب الله عز وجل إذا جن ليلي هام قلبي بذكركم أنوح كما ناح الحمام المطوق. وقال آخر ناموا وعين الصب، الصب هو العاشق وهو المحب لله عز وجل، ناموا وعين الصب ليس تنام، والأصل أن يقول ليس تنام لكن للضرورة الشعرية قال ليس تنام، ناموا وعين الصب ليس تنام، فلله ما صنعت به الأيام، أرعى النجوم ولي فؤاد ساهر مزجت بنغمة وجده الأنغام. يعني قلبه متوجه إلى الله قانت، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وكلكم يحفظ الحديث الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح، قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. وفي حديث آخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمضان فرصة ذهبية حتى تبدأ تمرينا على قيام الليل يستمر بعد رمضان حتى تكون من القانتين. فكيف لنا أيها الإخوة أن نحصل هذا الشرف؟ وقد تسألني تقول شرف، ما علاقة الشرف بقيام الليل؟ نحن ذكرت أظن هذا قبل فترة أن في مجتمعنا الشرقي كلمة الشرف مرتبطة بالعرض. المجتمع الشرقي الشرف عنده الزوجة، يعني الأخت، البنت، العمة، الخالة، فيما يتعلق بالعرض، عرض نسائه. لكن هذا المعنى لا علاقة له في تحقيق معنى الشرف، هذا معنى اجتماعي لا علاقة له بالشريعة. الشرف الحقيقي كما جاء في الحديث الصحيح أن جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، أحبب من شئت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ميت. الإنسان مهما طال عمره شئنا أم أبينا، كما قال سيدنا عمر اليوم يقال مات فلان وغدا يقال مات عمر، اليوم يقال مات فلان، يعني كل إنسان نحن نقرأ
نعوة فلان كذا، يقول سيدنا عمر وسيأتي يوم يقال مات عمر، هو لا يستطيع عمر أن يقول مت، يقول واليوم ويأتي يوم يقال مات عمر. المهم اللهم صل على سيدنا محمد. هذا القيام ينبغي علينا أن نبين الشرف. ما معنى الشرف؟ قال واعلم، هنا الشاهد في الحديث واعلم، والكلام لجبريل لسيدنا محمد، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. يعني الشرف الحقيقي قيام الليل، وقد جاء في الحديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. المهم كيف لنا أن نحقق هذه النسبة، أن نكون من القانتين؟ كيف نقوم الليل؟ أيها الإخوة، القنوت أو طول القنوت أو طول القيام، من معاني القنوت أن يكون القيام طويلا، لكن هذا لمن كان يقدره ويستطيع عليه، لكن لمن لا يستطيع، إذا صلى الإمام بالناس ينبغي كما قال عليه الصلاة والسلام من أما الناس فليخفف فإن وراءه المريض والضعيف وذا الحاجة، ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء، ومن صلى بالناس فليخفف. إذا كان الإنسان مع نفسه وأراد أن يطول ما شاء لا شيء في ذلك. كيف يعني أستطيع أن أقوم الليل؟ من خلال أمور. أولا العزيمة، وتأتي هذه العزيمة كيف أنا أحقق هذه الرغبة؟ يقول علماء الأصول الحكم على الشيء، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ويقول علماء الاجتماع الإنسان عدو ما يجهل، وبلغة أهل الشام ما بيعرفك بيجهلك. فأنا كيف أقدر قيام الليل قدره وأنا لا أعرف حقيقة قيام الليل؟ تأتي العزيمة على قيام الليل والرغبة في قيام الليل إذا فهمت قدر أهل الليل، إذا فهمت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة التي تتحدث عن فضل قيام الليل. قال تعالى في صفات أهل الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال تعالى عن أهل الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بالله عليكم، هل ليل الطائعين المخبتين الذين يتلذذون بمناجاة الله في سجودهم كليل من جعل الليل والعياذ بالله للخنا والحرام ويعني محاربة الفضيلة بل لإيذاء الناس؟ شتان بين مشرق ومغرب، وذكر الله لنا في صفات أولئك الذين كانوا يقضون ليالي حمراء وخضراء وصفراء ويفتخرون والعياذ بالله. أنا أستغرب ممن يستره الله ويكرمه الله بستره. بالمناسبة أغلى شيء وأعظم شيء أن يستر الله الإنسان. جاء في الحديث اللهم استرنا بسترك الجميل وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أنا أعجب ممن يستره الله ثم يصور نفسه ويوثق هذه الحالات التي لا تشرف أقل تقدير يوم القيامة ويبثها على وسائل التواصل الاجتماعي حتى تكون والعياذ بالله شاهدة عليه. قال تعالى في آخر سورة الروم ويوم تقوم الساعة، في آخر صفحة في سورة الروم قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال تعالى في سورة يونس ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فالإنسان الموفق أيها الإخوة ينبغي أن تكون عنده العزيمة على قيام الليل من خلال معرفته لقدر أهل الليل. وبالمناسبة كلنا أصحاب حاجات، حتى الذي عنده أموال لا تغرنكم، كلنا فقراء إلى الله صدقا إخواني، والله لا يجرب. ذوقوا حلاوة مناجاة الله في الليل، جرب سجدة ركعة واحدة وسجدة بين يدي الله، ناجي بها ربك، ناجي بها الله من قلب صادق ودون أن ترفع صوتك، الله يسمعك
الله يسمع مناجاتك، ستجد لذة روحية فضلا عن إجابة الدعاء، فضلا عن قضاء حاجتك التي تطلبها في الليل. الله سيكرمك بحالة نفسية مطمئنة ونور في وجهك في النهار. من أطاع الله عز وجل في النهار أقامه في الليل، ومن أقامه في الليل نور وجهه بالنهار. إذن أول شيء تستطيع وتستعين به على قيام الليل في النهار العزيمة، وتأتي هذه العزيمة من خلال قراءتك لآثار والأحاديث القرآنية والآيات القرآنية التي تتحدث عن قيام الليل. ثانيا، أن تقلل من الطعام والشراب والكلام الفارغ. قال تعالى في صفات المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وفي آية أخرى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فأول ما تستعين به على قيام الليل حتى تكون من القانتين العزيمة. ثانيا، أن تقلل الكلام وأن تقلل الطعام والشراب، لا تأكل كثيرا ولا تشرب كثيرا فتنام كثيرا. يا بني، كما قال لقمان لولده: إياك وكثرة الطعام، فإن كثرة الطعام تخرس الفكرة وتميت الحكمة. وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من معدته. ولما وصف الله عباده المؤمنين الذين ارتقوا بحالتهم الروحية كانوا قليلي الطعام وكانوا قليلي الكلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. من قل كلامه وقل طعامه ارتقت حالته الروحية. أولا العزيمة، ثانيا قلة الطعام والشراب، ثالثا أن تطيعه في النهار. أطعه في النهار يقيمك في الليل بين يديه. يعني واحد في النهار والعياذ بالله معاصي معاصي وظلم وتكبر واحتقار الناس، قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أما الطيب المتواضع الموطأ الأكناف يفرح بقضاء حاجات الناس، يجبر خاطر الناس، الله يكرمه بقيام الليل. وكان سيدنا عبد الله بن عمر يقول لولده: أنا يا بني أنا أصلي من أجلك، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فحتى صلاة الليل فيها أثر في ذريتك. أيضا كيف نستعين على القنوت وعلى القيام في الليل؟ من خلال، قال العلماء، القيلولة في النهار. استعينوا، كما قال بعض السلف، استعينوا بالقيلولة على قيام الليل كما تستعينون بالسحور على الصيام. أيضا الوضوء، يعني احرص أن تنام على طهارة. وهناك وضوء خاص للنوم لا علاقة له بوضوء الصلاة، يعني الإنسان ليس مطلوبا منه أن يتوضأ، إن استطاع أن يتوضأ وضوء الصلاة وينام، لكن إن توضأ وضوء النوم الذي يعني أن يغسل يديه ووجهه وينام، هذا يسمى وضوء النوم، نام على وضوء. وأيضا يقول العلماء في هذه المسألة، في مسألة كيف يهيئ نفسه إذا فاتته هذه الأشياء، ما هي المعوضات؟ المعوضات أن تصلي الفجر في جماعة وأن تصلي العشاء في جماعة، قال عليه الصلاة والسلام: فكأنما قام الليل كله. أيضا من المعوضات، حاول مرة واحدة في كل حياتك، أنت الآن عمرك 20، 30، 40، 50، 60، اللهم بارك في أعماركم جميعا يا رب مع الصحة والعافية، جرب مرة واحدة أن تقوم الليل كلها. الآن في الصيف الليل قصير، ليل قصير، الآن الساعة 4 يؤذن الفجر، جرب مرة واحدة أن تبقى تقوم الليل في عبادة مرة واحدة، يعني حتى يكون حظك من عمرك ليلة واحدة من قيام الليل حتى تذوق هذه المناجاة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحقق بنا نسبة القانتين، وأن يبارك في أعمالنا وأعمالنا، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره تعالى، وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد،
كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء، السادة الحنفاء، ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وأجلس معكم إن شاء الله تعالى بعد الخطبة حتى أتابع معكم السلسلة التي بدأتها في الجمعة الماضية، فقه الزكاة المعاصرة، حيث أتحدث اليوم بتفصيل عمن تجب عليهم الزكاة وعمن تحرم عليهم أن يأخذوا من الزكاة. هذا ما أفصله إن شاء الله تعالى في درس سؤال وجواب. وتوجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم واسألوا ربكم حوائجكم إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام. وبارك لنا في أولادنا وبناتنا وأزواجنا وكل ما أنعمت به علينا، واجعلنا من عبادك الشاكرين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن راشد لما فيه خير البلاد والعباد. نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء. يا رب لا تدع لنا مريضا إلا شفيته وعافيته.